المحاضرة النهاردة عن حاجة اسمها الدللات. الدلالات دلالات الطقسية الدلالات الطقسية هو موجودة عندنا في الكنيسة لكن ما فيش حد كان عمل عليها دراسات كتيرة تقريبا لأن هي عبارة عن شوية ورق صغيرين خالص ففايدتهم مش مش معروفه لدى الكل ومش معروف ايه اهميتهم لكن في دراسه هنقدمها النهارده عن مدى اهميه الدلالات ديت في الكنيسه الليبتيه اول حاجه احنا دايما اي شغل الليتورجي او اي شغل علمي بمعنى اصح او اكاديمي المفروض ان احنا لما ناخد لفظ بناخده من شقين شق شك لغوي وشق اصطلاحي فالشق اللغوي بتاع الدلالات الطاسية او معنى كلمه الدلال اللي حسب ما جه في المعجم بيقول ان هو ماخوذ من الفعل دل دلال هو من فعل دل أي أرشد إلى شيء ودل الشخص على شيء أو إلى شيء أي أرشده وهداء إليه أو قاده. الدلال هو جاي من كلمة دل ودل ده هو اللي بيرشد لشيء أو بمعنى تاني الكتاب اللي بيدل القارئ أو بيرشده لمعلومات خاصة بموضوع معين ده المعنى اللغوي. طب المعنى الاصطلاحي نفسه هو يعني إيه اصطلاحي؟ يعني الكلمة نفسها في وجود الكنيسة أو في قلب الكنيسة بيعني بي بي إيه؟ بيعني بي هو الكتاب الطقسي الذي يرشد الأسلوب تكميل الخدمة الطقسية لعيد أو مناسبة من المناسبات الكنسية كما أصبح الدلال يحتوي أيضا على النص اللي ترجي لهذا العيد أو المناسبة فهو كلمة الدل دلال هو بيدل على شيء هو بي بيرجعنا لمرجع تاني أو بيرشدنا لحاجة تانية والمعنى الاصطلاحي في الكنيسة القبطية هو الدلال هو الكتاب اللي بيرشدنا للطقس الفلاني وعلى فكرة كلمة دلال هي مشهورة قوي في, في أماكن كتيرة حتى الاصطلاح بتاعها كدلال مثلا في الصحراء يبقى الدلال ده اللي هو الراجل اللي بيرشد الناس لطريقة أو وجهة معينة أو دلال الأثر اللي هو بيرشدنا لأثر الرجلين ده جاي منين ورايح فين فالدلال حسب اصطلاحه بيختلف من مكان للتاني طيب عندنا الدلال الطقس ده في الكنيسه الابتية اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سبب نشاته ايه النشاه بتاعته هو ممكن يكون سبب من اسباب رئيسيه اتنين عدم وجود الكتب الكنسيه الكامله لكل طقس زي القطمارس مثلا فده اللي استدعى وجود دلال ما كانش زمان بيستخدموا الكتب الكنسيه الكامله فكان ممكن يكون هو الدلال سبب من اسبابه او التكاليف العاليه قوي لنسخ المخطوطات اللي حضر معانا قبل كده الدورات بتاعة المخطوطات عارف قد ايه المخطوط بيكلف ماديا وزمنيا وجهديا بيكلف حاجات كتير قوي فبدل ما الواحد هينسخ كتمارس كامل فكان ممكن يكتب مثلا دلال في ثلاث اربع ورقات يكتب ايه النهارده هنقرا من كذا البكرة هنقرا من كذا بعده هنقرا من كذا فموضوع الدلال اتنشا في الكنيسه الليبتية لسبب من الاسباب ديت وممكن يكون في ادوات اه تانية انا هنوه على حاجه بخصوص اه محاضره الدلالات محاضره الدلالات اه جايه من اه من فحص المخطوطات فهي مش متعرفة عليها كتير الكتب فانا اتمنى طبعا ديت دي اه يعني ضعفي هو الان فممكن حد يعمل دراسة يعيد تنسيقها يعيد تصنيفها يجيب أنواع تانية أنا ما ذكرتهاش فأقصد من المعلومة ديت أو الملحوظة ديت إن إن الموضوع ده جديد وملوش صياغة كتيرة في الكتب التقصية ولذا أي حد هيلاقي حاجة زي كده ممكن ده بعد كده يبقى ستاندرد لكل الناس اللي ياخدوا بيه وممكن حد يخترع حاجة حتى الأسماء في أسماء أنا أنا اديت لها تسمية على اساس ان انا يعني ما اي حاجه فالتسميه ديت شخصيه اقرب حاجه للواقع انا حطيته فممكن حد يلاقي صياغه احسن أه نلاقي إن, ان اللي اتعمل ده كان كويس فيبقى خلاص طيب يبقى عندنا أه الدلالات التقصيه اتوجدت علشان ممكن يكون عدم وجود الكتب الكامله او أه ارتفاع تكاليف المخطوطات عنوان أه انواع الدلالات الموجوده في المخطوطات بعد ما, ما اتفحصت قدرت ان انا اجمعها في تصنيفات رئيسية النوع الاولاني اسمه دلالات السنكسار دلالات السنكسار ده مثلا على سبيل المثال انا قلت دلالات السنكسار لكن هو ليه كذا اسم تاني زي دلالات الاعياد وهنكلم عليه باستفاضة في دلالات الكتمارس وفي بعد كده دلالات ترتيبية وهناخد نوع نوع ونعرف ايه هو وترتيبات غير منتشرة دولت التصنيفات الرئيسية الكبرى للدلالات اللي موجوده حسب المخطوطات الإبتية والعربيه للكنيسه عندنا فهما اي دلال مش يخرج من الاربعه دولت فنمط الاولاني ده نمط لوحده ده نمط نمط فريد يعني لوحده والتاني لوحده دلالات ترتيبيه بتنبثق منها انواع كتيره وهنعرف ليه اتسمت بالترتيبيه ودلالات غير منتشره على اساس ان هي اتوجدت في المخطوطات لكن ما كانش ليها صدى او وجود زي بقيه الانواع التانية لو هناخد النوع الاولاني اللي هو دلالات السنكسار هنتكلم من البدايه خالص، ايه هو التعريف بتاعه؟ التعريف اللي هو بتاع السنكسار هي من الكلمه اليونانيه سنكساريون وهو كتاب يحتوي على ملخص سير القديسين ويقرا اثناء الاجتماعات الكنسيه، ده التعريف بتاع كلمه سنكسار. عندنا السنكسار ده اتعمل بعد في حدود القرن ال13 تقريبا لكن ليه ابعاد حاجات اقدم من كده السنكسار برضو يعد بمثابه تقويم كنسي يعني هو شغال على السنه الليتورجيه الكنسيه على التقويم الابتي اللي بيبدا في 11 سبتمبر من كل عام ميلادي طيب هنقول بداية الاحتفال بأعياد الإدسين وتطوره أنا همشي مع حضراتكم فكرة السنكسار أو الأعياد الإدسين اتبدأت إزاي في الكنيسة سواء الكنيسة الجامعة ما قبل خلق دنيا والكنيسة القبطية ما بعد خلق دنيا كان شكل الاحتفال بعياد الإدسين كان إزاي أول تذكار عندنا في الكنيسة الجامعة كلها كان سنة ألف سنة مية ستة لكديس بوليكاربوس أسكوف سمرنا ده أقدم حد وصل لنا عنه إن هو المسيحيين احتفلوا بعيد استشهاده. ده كان سنة 156 في القرن الثاني وفي البداية ذكر مسيحيين بتوع سمرنا في رسالة كده لكنيسة فيلادلفيا قالوا إن احنا هنجتمع في نفس اليوم اللي استشهد فيه الكديس بوليكاربوس السنة اللي فاتت وهنجتمع السنه دي علشان نحيي تذكاره فيعتبر ده اول تذكار معروف عندنا لشهيد في المسيحيه بعد كده كان في البدايه الاحتفال نفسه بيبقى شو وده من خلال تقليد محلي لكل كنيسه ومدينه على حده بمعنى اللي في في مصر كان لما يبقى في شهيد مشهور قوي هو يحتفلوا بيه في روما كان لو وفي شهيد خاص بروما بيحتفلوا بيه فاذا كان كل كنيسه في العالم كان بتحتفل باشهر شهيد محلي عندها دي البدايه نفسها اللي بدات فيها الاعياد القديسين او التذكارات وكانت قصرة شويه قوي على الشهداء يعني ما كانش في الاحتفال بالرسل ولا في بالقديسين ولا بالاسافه لكن كانت نظره الكنيسه للشهداء كانت نظره عاليه قوي لأنه هو قدموا اقصى ما يملكون هي حياتهم لاجل المسيح فكان الموضوع ده محل تقدير من المسيحيين للشهداء ولما بدا بدا التذكارات كانت بدات ليل شهداء اللي هم مشهورين يعني مش اي شهيد يعني يعرفوا الاسقف فلاني فكان هو استشهد كانوا يحتفلوا بيه بطريقه عامه لان هو حد من من المعروفين اصلا بعد كده من القرن الرابع أو الخامس تقريبا بدأت الكنايس الاحتفال بكدسين غير محليين اتسجلوا في كنيسة الجامعة حيث بدأ الاحتفال بتذكار الشهداء بعيدا عن أماكن نيحته كانوا بيحصل إيه لما يجي يعيدوا حد من الشهداء كانوا بيروحوا قبره ويعني وي... يقيموا ال... الصلاة هناك تسبحة هناك يقروا كتاب مقدس هناك وده وي... كان نوع الاحتفال وشويه شويه زي ما انا قلت لكم بقى التقليد محلي بس كل كديس من المنطقه وشويه شويه من القرن الرابع والخامس ابتدوا يشوفوا المشاهير بتاع المنطقه تانية ويحتفلوا بيها كاشهر ناس في الكنيسه ككل. حصل سنه 180 عندنا تذكار كده لشهداء جم من الشرق عندنا في في, في افريقيا في تقريبا في كرتاج جنب تونس مؤمنين سكليتان دول عبارة عن 12 آآ مسيحي اتهموا ان هم بيعبدوا المسيح واستشهدوا على اسمه ونالوا بعد كده نالوا شهادة وبعد كده نالوا تكريم من المسيحيين لان هم كان كان ليهم قصة مؤثرة قوي وسنة 202 تم الاحتفال بقديستين معروفتين اللي هو الكديسة بربتوة وكديسة فيليسيتاس الاتنين دول كان ليهم قصة مؤثرة قوي حتى ليهم كتاب كده باسمه مؤثر برضو اسمه قصة استشهاد مؤثرة ده لابونا متى المسكين لأن فعلا هي قصتهم مؤثرة قوي فيبقى عندنا 180 بدأ تذكار برضو و 202 بدأ تذكار ومن هنا ابتدوا كل شوية يحتفلوا بالقديسين على مر القرون في روما ما كانش فيه هناك أي نوع من ذكر التكريم الشهداء للقرن الثالث الميلادي وكان اول ما نحتفل باستشهادهم هم البابا كليستوس والبابا بونتيانوس والقصه هيبوليتوس ده يرجع لتقريبا 220 ل 250 وبعد كده حبوا ان هم يدخلوا بعد كده على الاحتفال المحلي القديسين من بره وابتدوا ان هم يجيبوا باثر رجعي القديسين اللي قبل كده هما بداوا بالاحتفال بالشهداء اللي في المكان بعد كده تطور ان هم جابوا شهداء او تذكار شهداء من خارج المنطقه بعد كده لما ابتدوا يوعوا ان هم مثلا عايزين يعملوا تذكار لحد طب ليه احنا ما نكرمش الشهداء والقديسين اللي استشهدوا باثر رجعي فكان يحتفل بذكرى استشهاد الشخصيات المرموقه مثل الاسافه وبعد سنه 250 ميلاديا كان يحتفل بذكرى كل من استشهد من غير الأسقفة يبقى في البدايه الشخصيات المعروفه من الاسقفه وبعد كده الشخصيات اللي هي من غير الاسقفه. بمجرد ان تاسست فكره الاحتفال بذكرى الشهداء المعاصرين بدات خطوه اخرى لتكريم شهداء الماضي مثل الرسل وده بدا في القرن الثالث. يعني لحد القرن الثالث من 156 في القرن الثاني من استشهاد الكديس بوليكاربوس اوسكار سمرنا لحد التاريخ ده في القرن الثالث كان الموضوع ما كانش فيه احتفال للرسل ما كانش فيه احتفال للقديسين ما كانش فيه احتفال غير للشهداء والشهداء المشهورين من الاسقفه وشويه شويه ابتدوا يفتحوا من القرن الثالث قالوا طب احنا ممكن نرجع ونجيب القديسين طب مين اللي اتنيح قبل كده طب مين اهم حاجه طب الرسل نحتفل بالرسل فمن اول القرن الثالث تقريبا ابتدوا ان هم يحتفلوا بالرسل ويحتفلوا بالشهداء من خارج الاسقفه في القرن الرابع ابتدى فكره ان هو يجي عند القبر بتاع الشهيد هو كان اصلا كل احتفالاته عند قبور الشهداء. ابتدوا من القرن الرابع يجوا عند مقبره الشهيد ويبنوا نصب نصب تذكاريه كده. شويه شويه الفكره ديت اتطورت وبقت بازيليكا كبيره كنيسه كبيره هي تحت القبر بتاع الشهيد تحتها وهي محطوطه فوق ال فوق فوق قبره وده كان علشان خاطر سفر الرؤيا لما قال كان موضوع تحت المسبح لما رايت النفوس الذين استشهدوا تحت المسبح يعني بعد سنه 313 اتحولت النسب التذكاريه المتواضعه ديت لبازيليكات وكنايس كبيره وبنى قسطنطين الكبير بازيليكا القديس بطرس وبازيليكا القديس بولس وابتدت هنا الموضوع ياخد بعد آه تاني. مع ملحوظه ان كان في قانون روماني هو طبعا كان الدفن بتاع الشهداء او كان دفن الناس ديت بيبقى على اطراف مدينه روما. وكان في قانون روماني يمنع انتقال آه نقل الرفات من مكان للتاني. فكان كل الاحتفالات بتتم على اطراف مدينه روما. كان في قانون روماني يمنع نبش القبور ويمنع كمان فكره ان احنا ننقل الجسد ده من هنا ويحطوه في وسط البلد او وسط المدينه يعني فالموضوع ده خلى ان كل اطراف مدينه روما تبقى تتحط فيها مقابر الشهداء ويتبني عليها كنايس كبيره. من من هنا ابتدت الفكره ان هم كانوا بيجتمعوا عند القبر الشهيد يجتمعوا عند قبر الشهيد اللي هو مبني فوقيه كنيسه او مبني عنده كنيسه. فابتدى الاحتفال بذكرى الشهيد يبقى في الكنيسه اللي عند عند قبره وكان بيتم بصلاه القداس وكانت بالتسبيحه قبليها تبدا بصلاة نص الليل او تسبيحه التسبيحه الليليه وده كانت العاده زمان ان اي شهيد هنحتفل بيه كان بيعمل تسبيحه لحد الصبح وبينهيها بالقداس دي كانت عاده الكنيسه زمان في الكنيسه الجامعه وطبعا ليها اثر دلوقتي بس هو الموضوع دلوقتي بقى يتخذ باثر ايه ان هو قديس المكان بس اللي احنا نحتفل بيه علشان ما يبقاش الموضوع مرهق لكل المؤمنين ان احنا نحتفل لان دلوقتي عندنا تذكارات يوميه للقديسين عندنا فهيبقى صعب ان احنا نحتفل بكل واحد للصبح ويذكر القديس جروم صلوات نص الليل ديت في رساله من رسائله وانها بتحدث كثيرا في كنايس الشهداء لدرجة ان كيديس جروم هو كتب عنها وفي حد تاني اتكلم على المشهد ده وقال ان حتى بالذات في عيد القيامة بنلاحظ ان المسيحيين بيتواجدوا او المؤمنين بيتواجدوا في كنايس الشهداء وبيسبحوا لحد الصبح وبيصلوا القداس من الحاجات الجميلة قوي يعني في مجمع انغراء 325 في القرن الرابع الميلادي نلاحظ ان اهتمام المسيحية او المسيحيين بالشهداء خد بعد توقير ومهم للدرجة اللي يجي مجمع زي ده ويبتدي يعني يسن قانون لاجل احترام العادات ديت وعلشان لقى برضو بعض الناس اللي هما بينتقدوا الفكرة فابتدوا ان هو يسن قانون للموضوع ده فبيقول ايه كل من يصدر بكبرياء وعجرفه حكما ضد الاجتماعات التي تقام اكراما للشهداء او الخدم التي تتم فيها تذكارا لهم ويحتقرها فليكن مبسلا محروما يعني. فهو هنا بيعالج نقطه ان في واضح ان في بعض الناس كانوا ابتدوا ينتقدوا اعاده التجمع المسيحيين عند قبور الشهداء والحاجه الثانيه بيعمل نوع من تأكيد إن الاجتماعات ديت مرغوب فيها واجتماعات مهمة في الكنيسة. لم تتعدى التذكارات يوم استشهادهم أو ناحيتهم لكن بعد كده امتد الاحتفال بيهم لمناسبتين كمان. يعني زي ما احنا شفنا في البداية احتفلنا ازاي بالكديس بوليكاربوس وبالكديسة بربتوا وبعض شهداء سكليتان وبعض الناس. كل ده كان بيحتفل في مناسبتين بس. أولاً كان الاستشهاد وثانيًا بعد كده النياحه لما خدوها بأثر رجعي للاحتفال بنياحه القديسين. لكن بعد كده وده كان بعد القرن الرابع زودوا احتفالين كمان يخصوا القديسين. هما نقل الأعضاء وتذكار تكريس الكنيسه اللي على اسمهم. يبقى أصبح من القرن الرابع الإحتفال بالشهاده وبالنياحه وبنقل أعضائهم لأنه بعد كده بقى في نقل أعضاء. أنهم هم يكونوا مدفونين في مكان ويتم نقلهم عندنا حادثتين عندنا حادثتين لنقل الاعضاء زي زي كديس بطرس البييري وصل اورشليم حاملا رفات الاربعين شهيدا بسبستيه حيث حملهم من موطنهم الاصلي من وادي الكوكاز الى اورشليم وكرسها البابا كرولس السكندري وبرضه البابا كرولس نفسه نقل اجساد اباكير ويوحنا من من مكان كانت محفوظه في 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 اسكندريه لمدينه مينوتيس واقام ليهم مزار هناك كبير قوي يبقى عندنا الموضوع ده برضه بدا من القرن الرابع ان هم ينقلوا جسد القديس من او الشهيد من مكان لمكان تاني كمكان اوسع لما لقوا ان ان في تجمع للمسيحيين في اكتر فيه يؤكد القانون 51 من قوانين مجمع اللاذقيه برضو على الاتي بيقول لا تجوز اقامه اعياد ميلاد الشهداء في الصوم الكبير اما تذكرتهم فتقام ايام السبوت الأحاد ومعنى الكلام ده ان هو برضو في القرن الرابع ابتدى ان ينظم عمليه الاحتفال بالقديسين مش مجرد انه اقرها بس وفي الوقت نفسه حرم الناس اللي بتعتدي على العاده ديت لكن ابتدى ينظمها كمان على اعتبار ان المفروض ان السهره ديت هتنتهي بالقداس او ما شابه فعندنا في الصوم الكبير في خصوصيه في موضوع القداسات الالهيه ان ما تمش كانت ما فيش اداديس في الصوم كل يوم على اعتبار انه احتفال وبيتناقض مع فكره التذلل والتضرع الخاص بالصوم فكان القداسات في الصوم الكبير بتبقى في السبت والحد بس وبعد كده ينفع ان احنا ننقل ليها حتى لو كان واحد عيد تذكاره في يوم الاثنين لا ينقل لي السبت والحد يحتفل بيه لكن ممنوع منعا باتا اقامه اي اعياد في الصوم الا في اليومين دولت طيب لو جينا بقى هي ديت فكره بسيطه على الاحتفال بالعياد القديسين، طب ايه علاقتها بكلمه الدلال ولا ايه علاقتها بدلال السنكسار؟ علاقتها ان احنا بس كانت مدخل ان احنا نعرف قد ايه ان الكنيسه مهتميه من بدايتها وكان من القرن الثاني تحديدا بالاحتفال بعياد القديسين وشويه شويه ابتدوا يزيدوا والموضوع ده يتحول بعد كده لعمليه تنظيميه ان احنا النهارده لو كلمنا في القرن الرابع مثلا عندنا قديسين كتار فالقديسين كتار دول طب هنفتكرهم ازاي ما عايزين بقى نبتدي نحط في سجل فيعتبر عندنا اقدم دلال دلال بمعنى ان هو عيد استشهاد فلان عيد استشهاد فلان كتذكارات بس اقدم دلال في في الكنيسه الجامعه ككل ده بيرجع للقرن الرابع الميلادي حيث وجدت قائمه باسماء الشهداء داخل الكرونوجراف لعام 354 وبه سجل لتذكاراتهم السنويه كذلك يمدنا باماكن هذه الاحتفالات السنويه في المقابر المختلفه في روما ابتدوا يعملوا سجلات السجل ده يوم الفلاني ذكرى القديس او الاحتفال بالقديس فلان اليوم الفلاني ذكرى الاحتفال بالقديس فلان فيعتبر عندنا ده يعتبر ده هو دلال عندنا الدلال اللي هو بتاع استنكسار في الكنيسه الجامعه يرجع للقرن الرابع طيب في الكنيسه الابتع الابتيه في كنيسه اسكندريه بقى كان عندنا شذرات للموضوع ده. لكن اقدمها تقريبا يرجع للقرن السادس من مدينه اوكسيرينخس. لو جينا قبليها هنلاحظ ان البابا ديونيسيوس كتب جواب للاسكف فابيوس الانطاكي وموجود في تاريخ الكنيسه اللي هو بتاع يوسابيس القيصري في الشاهد ده وبيذكر اسماء الدسين بيعيد ليهم. وهنلاحظ كمان ان في نفس الكتاب ده مش الخطاب بس ان في حاجه كده عنوان في يوسابيس القيصري بيتكلم على شهداء مصر هنلاحظ وجود اسماء قديسين مش معروفين حتى لحد اللحظه ديت عندنا الا بس كاسماء في الكتاب التاريخي الكنيسه فده بياكد ان الشهداء كان لهم اعتبار ولهم تكريم من بدري وبياكد كمان ان الشهداء تذكاراتهم كثيرة وبياكد من جهه تانية ان الناس ديت لما ما خدوش آه ما خدوش تكريم مستمر اتنسوا وبقوا حاليا مجرد اسماء حتى ما نعرفش تذكرتهم ايه تطور تاريخ السنكسار الابتي من الاستشهاد المحلي الى تقويم اكثر عموميه آه ولقينا ان هو زي ما كان بيحط سقفة وشهده من المحليين بس ابتدى ان احنا نلاحظ كمان حتى اللحظه ديت ان السنغسار عندنا ياخد وجود شهداء يونانيين وسوريين وارمن ورومان وفرس. فهتلاحظوا ان الكنيسه اللي بتاع عندنا فيها شهداء غير اقباط. ده راجع لان ان الكنيسه زمان كانت بتبجي الشهداء بطريقه عموميه وبتحتفل بمشاهير الشهداء والقديسين في العالم مش في كنيستها او منطقتها بس. طيب هنلاحظ كمان ان انبا شنوده رئيس المتوحدين في بعض الجوابات او العظات بتاعته بيقول حاجات خاصه بموضوع التذكارات ديت فبيقول ايه؟ العظه اسمها حيث انه يليق بالمسيحيين ان تذهب لمزارات الشهدة وتصلي وتقرا الكتاب المقدس وترتل المزامير وتتطهر وترفع الذبيحه في خوف المسيح هو امر حسن هذا هو المثال الذي رسمته الكنيسة وهذا هو قانون بيت الله يبقى هو هنا بيشير لي فكرة التذكارات اللي كانت بتتم ديت وبيأكد من ناحية تانية ايه اللي كان بيحصل فيها بيحصل صلاة وبيحصل قراية كتاب مقدس وترتيل مزامير وبعدين رفع الذبيحة في آخر الاحتفال لو رجعنا لكلمة أقدم وثيقة أو أقدم دلال في الكنيسة القبطية هو دلال أو وثيقة سنكسر وده البرديه بتاعته وهتلاحظوا ان هو ان هو على العمودين ده عمود الاولاني وده العمود التاني دي عباره عن برديه بترجع للقرن السادس وفيها اسماء وايام الاحتفال بذكرى قديسين معينين لو حبينا نحن دي طبعا اسم البرديه والبرديه ديت حصل عليها دراسات كذا كذا دراسه قيمه جدا من اريتا بابا كون بابا قسطنطينو حد عامل دراسه رائعه على على السنكسار ده وحد اصلا مهتم بقديسين الكنيسه بطريقه خاصه الباحثه ديت ده السنكسار او ده دلال السنكسار هنلاحظ مثلا ياخد شهر بابا رقم يوم 23 اللي لاتي في بامون الاحد هو هنا كان بيكتب التسكار ان هيتصلى ايه النهارده فده يوم حد عادي بعد كده للقديس واحد اسمه سيرنوس. وبعد كده التي للشهداء يوم الحد مش محددش ايه الشهداء وبعد كده يوم بماخس وبعد كده الى الانجيلي الانجيلي مين فيهم مش عارفين لكن هي عباره عن وثيقه والوثيقه ديت على فكره عباره عن جدول اسقف المكان اسقف الاكسرينوس على فكره هي البهنسه الحاليه ده عبارة عن جدول الأسقف كان بيوظف فيه الزيارات الرعوية بتاعته فهو كان حاطط تذكارات ودلتنا ان قد ايه ان هو كان مهتم ان هو مثلا يجي في في, في عيد الميلاد ويعمل التذكار يجي في, في تذكار الكديس ده ويعمل آه احتفال او قداس وزياره للكنيسه ونفس الشخص يعني بيحتفل بيه زي مثلا الدلال الصغير ده دلنا ان عيد الصليب كان بيحتفل بيه برده باكتر من يوم ودي كانت ملحوظه جميله قوي ان نلاقي ان التذكار ده قديم من القرن السادس ده العمود الاولاني وده العمود الثاني زي ما انتم شايفين والغطاس وفمية والانجيلي وحنانيا والقديسه مريم والمعمدان فكل دي تذكارات او ده كل ده دلال الدلال ده تعتبر دي فكره بسيطه وهتتطور بعد كده ودي تكمله العمود الثاني في اديسين مش معروفين خالص انبا انوب لكنه كان مشهور جدا في بويت في نقوش باسمه كتيرة في بويت لكن الفكرة كلها ان كنت عايز اقدم مثل لدلال موجود من القرن السادس طيب كما يوجد دلال بسيط لاعاد الادسين في دير بويت في دير بويت برضو لقينا ان في دلال تاني كان موجود بس كان موجود على جداريه كان مكتوب على حيطه في جدار الشرقي عليه كتابات باللون الاحمر والاعياد القبطيه باللون الاسود تعود الاثار بتاعة باويط ديت للقرنين السابع والثامن الميلادي ده الشكل بتاعها لاني معيش معيش صوره ليه لكن ده النقش اللي كان منشور اعتقد في 1902 او 15 حاجه زي كده وده منقوش زي ما هو بالظبط وده العرض بتاعه ده اللي قدرنا ان احنا نترجمه يعني زي ما انتم شايفين عيد أمبا انبا يوحنا وانبا بولا وفي اللي دي كلها دراسات يعني في حد عايز يعمل دراسه عن السنكسار، حد عايز يعمل قد ايه ان الموضوع ده كان موجود من القرن السادس او من القرن السابع والثامن لحد اللحظه ديت، عيد الروح، عيد الروح ده مش معروف ايه هو عيد الروح لكن لو احنا جبنا تذكار تسع هطور هنلاحظ ان هو بتاع الاربع حيوانات غير متجسدين. فهو لحد اللحظه ديت اه بيحتفل بيه في تسعه هاتور 12 هاتور رئيس الملائكه ميخائيل هو هو نفس 12 ده من القرن السابع فدي كلها دلال بيأكد على اهتمام الكنيسه القبطيه بذكر القديسين في الاحتفالات بتاعتهم. في شذره تانية من الريك البارشمنت محفوظه في المكتبه البريطانيه وده رقمها وهي باللغه القبطيه السعوديه وجايه من الدير الابيض دي تقريبا ترجع للقرن التاسع الميلادي بتضم جزء من ترتيب لترجي يشمل نوعين من التذكارات او يشمل نوعين من الدلالات فاكرين اول نوع اسمه دلال السنكسار تاني الدلال القتمرس طبعا هنيجي للقطامرس بس اشهر حاجات كانت بتضم الاثنين مع بعض دلال السنكسار ودلال القطامرس فديت بتشمل النوعين دولت مع بعض دلال السنكسار والدلال القتمرس ده شكل البرديه الريكتو والفيرسو بس انا جايب واحده بس منها وديت بالابتل سعيدي ونشرها اتنين او درسها اكتر من حد لكن اشهرهم اتنين هو العالم ولتر كرام 1905 ونشرها في كتالوج المكتبه البريطانيه تحت رقم 144 هي عباره عن شاهد شاهد القتمارس اللي هيتقري في القداس وتذكار تذكار اليوم نفسه بتعمين وبعد كده في 2007 في اعاد نشرها او اعاد دراستها تاني الاب اوجزانيتي بس بدراسه مصرفيه اكتر ونشرها في مجله جمعيه الاثار للابتدائي وده يعتبر دلال سعيدي يعني ايه سعيدي يعني جاي من السعيد طب هل في فرق للناس اللي ما تعرفش الفرق ما بين الدلال السعيدي والدلال البحيري او الطقس السعيدي والطقس البحيري لما بنقول طقس السعيدي يبقى ده اللي كان بيحتفل بالسعيد والطقس البحيري طب التصنيف ده ليه التصنيف ده لأني كان لحد اللحظه ديت في عادات خاصه بكل منطقه أه المنطقه بتاعه السعيد ليهم عوايدهم في الاحتفال وممكن يكون ليهم تذكارات مختلفه عننا يعني نفس الإديس وكان يبقى ليه هنا احتفال ويبقى ليه هنا احتفال في يوم مختلف تماما يعني كان في حد كان يتكلم على الموضوع ده وقال ربما علشان أه طبعا غير غير التقليد المحلي لكن قال ان ربما ان الشهيد اللي كان بيحتفل بيه في في بحري كان ممكن يعملوا الموضوع ده او التذكار ده مش في مش في سيف والتانية حسب منطقته ويناسب الجو بتاعه فهنلاحظ ان في اختلاف ما بين ده وده لكن ده من الدلاله السعيدي طيب دلالات السنكسار وانواعها كلمه الدلال كلمة الدلال زي ما احنا قلنا كتعريفه هو شيء بيدل على شيء فكلمة الدلال هو ان انت تكت... النهاردة تذكار فلان زي مثلا بنيجي من, من قيمة يومين كان تذكار مرمينة بس مش هيجيب سيرة مريمينا. فانت بقى في يوم مرمينة تجيبي الميمر بتاع مريمينا وتقريه ما هو كويس برضو هو اضيف نقطة تانية انا نسيتها ان يعني دايما كانت مع الاحتفالات ديت زي ما احنا قلنا صلاة نص الليل والقداس كان بيبقى فيه بقى سيرته سيرته بتتقري فهو الدلال هنا ان هو يقول لك ان اليوم الفلاني هنحتفل بفلان اليوم الفلاني هنحتفل بفلان بس ولذا خلي بالكم من الموضوع ده لاني لاني هنتطرق ليه للدلالات الترتيبية الدلال المفروض انه في الكنيسة هو شيء مش كامل يعني شيء ما, ما يقدرش يسد ثغره يعني هو حاجه تعريفيه لكن مش حاجه تكميليه بمعنى ان لازما لازما نرجع لواحد تاني لان كلمه الدلال ديت اختلفت مصطلحها في القرن بعد كده في القرن ال19 20 حتى نلاحظ بعد كده وهنجيلها ان كانت اصبحت كلمه الدلال بقت تحو كل حاجه طب ده مش دل ما بيدلش على حاجه ما اذا اصبح طقس كامل لكن اصبح المسمى بعد كده مش 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 لغوي اصطلاحي كامل عرف الدلال السنكسار اتعرف الاولاني قبل كده بحاجه اسمها دلال الاعياد حيث يشير الى اعياد القديسين التي تعيد لهم الكنيسه وذكروا ابو المكارم سعد الله بن جرجس في كتابه تاريخ الكنائس القديره في القرن ال12 فبيقول ايه فصل في دلال الاعياد في السابع من كهك اخذت راس ابن كاتب الفراغاني فهو هنا ذكر في الكتاب بتاعه كلمه دلال الاعياد والدلال الاعياد ده بيقول مثلا ان في اليوم الفلاني بيستشهد فلان وبيذكر في حته تانية وشهد دلال الاعياد ان ميلاد السيده يعيد له خارج اورشليم في مملكه اغسطس قيصر ويسمى عيد السنبله في اول بشنس من كل سنه وفي نسخه دلال اخر ان تكريس دير نهي على اسم السيده يبقى هو هنا لما نيجي نقرا كتب التاريخ ونلاحظ كلمه دلال الاعياد يبقى هو هنا بيذكر ورقات صغيرة بيقول النهارده هنعيد لفلان بالنهارده هنعيد لعلان وممكن نلاحظ ان في دلال تاني يقول كلام مختلف شوية. فهمتوا الدنيا؟ فهو هنا بيتكلم على الدلالات. في موضع تاني بيقول ورسم اسقف الكرسي انبا غبريال ورسم اسقف الكرسي انبا غبريال ان يعيد لهم هو كان بيتكلم على شهداء معينين. وبعد كده بيذكر حتة مهمة أوي أوي يقول ان انبا غبريال رسم ان يعيد للشهداء في اليوم ده. وان يثبت اسمائهم في دلال الاعياد فامتثل امره يبقى معنى الكلام ده ان كان عندهم دلال وكل كل ما يحصل تذكارات كانوا بيضيفوها يبقى فيها على طول تذكارات بتضاف مجرد انه يذكر التذكار لكن يجي في اليوم نفسه يقرا الميمر بتاعه علشان كده تلاحظوا اللي هو مطلع على مخطوطات ان في مخطوطات ميمر بس مخطوطات الميمر ديت هي السيره كامله ولذا برضو خلي بالكو ان ان فكره السنكسار اللي يجي بقى سنكسار الجامع في القرن ال هي فكره تجميع الميامر المختلفه في كتاب واحد يسمى سنكسار وضحت الفكره طيب وفي موضع تاني يذكر ابو المكارم برضو ان يثبت اسمهم هو هنا كان في في مكان بيقول دلال الاعياد وهنا في دلالات الاعياد واحد يقول دلال وهنا يقول دلالات فده بياكد وجود اكتر من نوع دلال طيب عندنا عندنا نوعين من الدلالات في كنيسة مصر النوعين دولت زي ما أنا برضو أؤكد لحضراتكم أن الحاجات ديت يعني اجتهاد ضعفي فممكن يبقى فيه حاجات أكتر من كده وفيه تسميات أكتر من كده لكن ده اللي أنا قدرت أن أنا أوصل من خلال المخطوطات فالنوعين الأساسيين دلال على رأي أقباط مصر الكنيسة المصرية أو الكنيسة الاسكندرية كلها والنوع الثاني وهو مش نوع قد ما هو تصنيف تاني الدلالات المكانيه ليه بقى لان الدلالات المكانيه ديت مختلفه وكتيره في مصر فيبقى حاجه خاصه في كل مصر وفي قلب مصر في حاجات كتيره دول تصنيفين كبار على سبيل المثال في يوم 15 توبة في السنكسار اليعوبي بيقول ايه تعيد نصارى الشام وكلمة نصارى ده على اساس انهم كانوا بيستخدموا اللفظ ده في العصور الوسطى فتعيد نصارى الشام لنياحة الكديس غرغوريوس اخو باسيليوس وقد ذكر بقية خبره في 21 من هذا الشهر على رأي قبط مصر بيقولوا ان هو ده نيحته يبقى هم بيحتفلوا بالكديس ده على اساس احتفال معين وفي كنيسة مصر او على رأي أباط مصر بان هو نيح اسماء الدلالات بقى اللي, اللي لقيناها في المخطوطات هي كتيرة شوية في دلال بيت المقدس اللي هي دلال اورشليم يعني ودلال الشام ودلال الروم ودلال الاسكندريه ودلال السعيد ودلال دير ابو مقار ودلال دير البراموس ودلال انبا يونس اسقف كفت ودلال امبا يونس الاسقف الدمياطي ودلال ابن الراهب ودلال ابن كبر دولت اشهر الدلالات اللي موجوده او اللي قدرنا ان احنا نحصل عليهم في في المخطوطات انا اعتقد ان انا جايب مثلا يعني مثلا ده ده سنكسار ده سنكسار هو عبارة عن مخطوط باريس 256 ده من القرن 16 و 17 بيقول ايه الحتة اللي انا معلمها بأحمر ديت ولو كبرناها هنقول كده نعيد فيه على حسب دلال ابو مقار وبعد الصعيدة لمولد السيدة والدة الخلاص وقد كتب في اول بشانس على رأي المصريين يبقى هنا بيذكر كم نوع من الدلالات طيب ناخدهم تصنيفين التصنيفين الكبار عندنا آه عندنا على راي المصريين وعلى الدلالات اللي هي على المكانيه في الدلالات المكانيه في تصنيف ابو مقار والصعيده يبقى الدلال السعيدي ودلال دير ابو مقار طيب هنيجي ده شكل برضو دلال ده شكل بقى دلال موجود في المخطوطات ده دلال آه من آه موجود في حاليا في مكتبه الفاتيكان وده ده الكود بتاعه وهنلاحظ كده انا هكب ديت اللي انا اقصد بيها وهكبرها كده بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد كتاب دلال الاعياد السنه القبطيه وما دل عليه في كل شهر بسلام من الرب امين شهر توت دي ارقام ابوكتيه وابوكت ده للناس اللي عرفوا او في المخطوطات ده كان شكل معين وبيعوض بيه رقم يعني ده مثلا اربعه مثلا اعتقد اربعه فاربعه توت مثلا ايوب الصديق نماوس يوحنا المعمدان دشية او داشي الجندي اجتمع المجمع مش عارف ايه فهو هنا ده كلمه الدلال ودي فكرته ان هو بس يكتب اليوم الفلاني هو هنع... تذكار فلان يوم الفلاني ده تذكار فلان طب ايه اللي هيحصل نيجي بقى اليوم الفلاني خلاص احنا عرفنا الدلال هنرجع بقى للميمر بتاعه نقراه في القداس او نقراه في في, في عيد عيد الاحتفال بتاعه فده مهمه الدلال بتاع اعياد الكدسين او دلال الاستنكسار ده شكل تاني لدلالات الموجوده عندنا في المخطوطات وده دلال ابن كبر محفوظ في مخطوط عربي 203 بباريس وزي ما انتم شايفين هو عامل جدول اليوم والشهر وخلي بالكو كان زمان مش مش يوميا يعني لو رجعنا اللي فات مش 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 كل يوم لا سبته حد بس في الصوم لكن اقصد ان مش واحد توت اتنين توت ثلاثة توت زي ما انت شفت اوكسيرينخوس وبويت هو بيذكر ممكن شهر كامل يذكر ثلاث او اربع اعياد بس فما كانش فيه تذكار يومي ده تذكارات كل شوية عمالة تزيد ودي نقطة تانية وهنرجع تاني اعلق عليها بطريقة خاصة فده ده ابن كبر ولو كبرناه شوية يقول جدول تشتمل على دلال الاعياد الملايكة والرسل والشهداء والقديسين في جميع ايام السنة القبطية في جميع ايام هنا ده يعتبر دلال ابن كبر وفي دلال تاني لابن الراهب مذكور في كتاب التواريخ يعتبر اكتر اثنين شاملين لكل سنة ابتدى بقى خلاص الموضوع يثبت وابتدى الموضوع كان يبقى فيه تذكارات كتيرة فابتدوا ينظموها ويكتبوا كده اهو زي ما انتم شايفين كمان حتى العباره ديت الاحرف ديت عباره عن اكواد هو حطتها هناك خالص يعني ده عبارة عن ايه وده عبارة عن ايه شين شهادة كاف قديس مثلا او أس، سين كده يعني فهو في كل يوم يذكر الـ الـ الشخص او الشخصين دولت طيب ملحوظة هامة آه هنا هو دلالات الاعياد او دلال الاعياد او السنكسار كان يتم نسخه في مخطوط الاناجيل غالبا في نهاية البشاير الاربعة سواء كان ذلك في هيئة جدول آه او نص دي معلومه مهمه اسمحوا لي اشرحها كان الكتاب المقدس زمان لما بينسخ ما كانش بينسخ طبعا في مجلد واحد غير دلوقتي المطبعه تقدر تشمله في 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 ورق صغير وخط انيق رفيع لكن النساخه زمان زي ما انتم يعني تعرفوا بالنسبه للناس اللي تعرف المخطوطات ان كانت النساخ كحجم ورق تقيل وفي نفس الوقت خط لازم يبقى كبير فما كانش يقدر يحوي كل اصفار الكتاب المقدس سواء عهد قديم وعهد جديد خلينا دلوقتي في العهد الجديد، لان القديم كانوا بينسخ على عباره عن اصفار، اصفار موسى الخمسه وهكذا. لكن العهد الجديد لما كان بينسخ في الكنيسه القبطيه زمان كان بينسخ على تقريبا ثلاث ثلاث مجلدات. طبعا مفيش ما فيش مانع انه ينسخ بأكتر من كده، لكن خلينا في الجانب الطقسي كان بينسخ في ثلاث مجلدات. المجلد الاولاني يعني علشان بس الاسامي. المجلد الاولاني مثلا وليكن هو الاناجيل الاربعه. المجلد الثاني هو عباره عن الرسائل رسائل البولس والكاس واعمال الرسل والمجلد الثالث هو سفر الرؤيا الثلاث انماط دولت هم ثلاث انماط كنسيه بالرغم ان هو كتاب مقدس بس هم صايغينه او حاطينه في ثلاث قوالب بتستخدم لترجين ليه بقى لان ده هيتقري منه الانجيل وده هيتقري منه البولس والكاس والبراكسيس وده سفر الرؤيا ما, بيتقر... ما بيتقراش في الكنيسه في ال... الا في ابو غلمسيس في سبت الفرح يبقى وجودهم الثلاثة دولت كان وضع لترجي موجود وكان يعني مثلا القرن 19 أو آه 19 كان موجود. نيجي بقى اللي هو بتاع الأناجيل. فالنسخة بتاعة الأناجيل كانوا بيجوا ورا خالص، طبعًا ده الأناجيل الأربعة. كانوا بيجوا بقى ورا خالص وبيحطوا الدلال ده. بيحطوا الدلال لسنكسر أولًا هو عايز بس أي كتاب يحط فيه بس خلي بالكم مش كلمة أي كتاب بمعنى أي كتاب يعني أي كتاب خاص اناجيل وكان زي ما أنا قلت لكم إن السنكسار والقطامارس دلالين مرتبطين ببعض فكان هيحطهم هنا فكرة إن هو يحطهم في الأناجيل الأربعة هنعرفها بس مش 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 هحرقها دلوقتي المهم إن انتوا تعرفوا إن الدلال السنكسار كان موجود في الأربع أناجيل ماشي؟ طيب ملحوظة تانية أصبحت هذه الدلالات بمثابة اللبنة الأولى في كتاب السنكسار. يعني لما بقى عندنا دلال دلوقتي وسنكسارات أو دلال وتذكارات يومياً شبه يومياً فأصبح بعد كده إحنا خلاص بقى بقينا نعرف إن النهاردة هنحتفل بمين أو بكرة هنحتفل بمين نجيب الميمر بتاعه. لو هو قديس محلي موجود عندنا الميمر بتاعه لو مش قديس محلي مش هيحتفل بيه. شوية شوية ابتدت الأسامي تزيد عندنا تذكار واحد في الاسبوع مره واحده بس في الاسبوع بقى اصبح عندنا يوميا بقى اصبح عندنا في اليوم الواحد اكتر من تذكار واكتر من تذكار ديت مهمه قوي علشان لها وبرده ايه هعلق تعليق شخصي في فبعد كده بقى قالوا ان احنا نجمع الميامر دي كلها في سينكسار يبقى حاجه مختصره حاجه مختصره الذي يتفق التقليد التقليد على ان تاليفه اللي هو السنكسار نفسه اللي هو اتعمل في القرن ال13. ثم تم نسخ دلال الاعياد او السنكسارات بعد ذلك بعيدا عن مخطوطات الاناجيل. دي مرحله بعد كده ابتدوا بقى انه يخرجوا الدلال ده من بره الاناجيل وينسخوها لوحدها وتبقى حاجه خاصه وشويه شويه ابتدت تتحط مع دلالات القطامارس لان الارتباط الارتباط ما بين السنكسار والقطامارس ارتباط وثيق جدا جدا جدا. وبعدين اتحول بعد كده ليبقى كتاب جامع اللي هو السنكسار بتاع الكنيسه بتاعنا. كما حدث دمج في كثير من الاحيان زي ما انا قلت لكم بين الدلالين السنكسار والكتامارس والذي غالبا ما يكون تذكار واحد فقط في اليوم وبمرور الوقت اضيفت عليه تذكارات اخرى. طيب ملحوظه مهمه تبقى فصول القراءات الكتابيه المنتخبه للقراءه مرتبه بالاخص على السيره الاولى الاساسيه في تذكار ذلك اليوم حسب الشهر الابتدائي اللي احنا قلناه. طيب اقدم الدلالات المرفقه في لو احنا قلنا مثلا المخطوط الاناجيل اقدم الدلالات المرفقه في شكلها الاجتما... الاكتمال الاكثر اكتمالا واللي بتغطي تقريبا اغلب السنه الابتيه بتعود القرن 13 و14 يعني قبل كده كان عباره عن ممكن مناسبه مناسبتين في الاسبوع ممكن 100 مناسبه في السنه كلها لكن اكتر حاجه اكتمالا يعتبر عندنا من القرن 13 وعندنا الدلالات ديت دلال سنة 1250 وده جزء من مخطوط الأناجيل الأربعة محفوظ بالمعهد الكاثوليكي بباريس. ودلال تاني بتاريخ 1264 ده جزء من مخطوط المتحف البريطاني وده الرقم بتاعه أو الكود بتاعه. ودلال بتاريخ 1285 ده جزء من مخطوط عربي مكتبة البودليان بأكسفورد رقم 24. وفي برضه دلال تاني سنة 1307 وده جزء وزي ما انتم شايفين كلها ايه؟ جزء من جزء من وجزء ايه؟ من مخطوط اه في الغالب يبقى اناجيل. ااا اه بالرقم 425 ودلال بتاريخ 1334 وده جزء من مخطوط عربي رقم 15 بمكتبه الفاتيكان. ودلال بتاريخ 1343 هو جزء من مخطوط عربي رقم واحد بمكتبه فيكتور عمانويل. اه دي في روما. اه ده الدلالات الاقدم وعلى فكره اتنشرت في مجموعه البترولوجيا اورينتال آه الاب آه الاب مين آه اسمه ايه؟ لا لا اللي هو نو بتالي اسمه ايه؟ اف 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 نو. نو مش عارف نو او ناو يعني ده حد من المشاهير اللي هم جابوا في في المجموعه ديت الدلالات وهي عباره عن تذكارات الشهر يوم واحد كذا يوم اتنين كذا يوم تلاتة كذا يوم اربعة كذا ونشرها تباعا في سلسلة بطريقة اكاديمية طيب من من فحص المخطوطات قدرنا ان احنا نوصل لمجموعة من المخطوطات اللي فيها دلالات السنكسار وكانت المفاجأة ان احنا نلاحظ ان العدد كان كبير قوي أه هديكم مثل ان ده مثلا رقم 17 لاهوت في مكتبة البطريركية ده بدون تاريخ موجود مثلا من شهر توت لبرمودا وطقس بطريركية وزي ما انتم شايفين هو ده مش مرتب تاريخيا لكن مرتب بالمكتبات مجموع وفي الدلال رقم 11 كلمة مجموعة انتوا الناس اللي كانت حاضرة معانا قبل كده المخطوطات كلمة مجموعة تحتوي على المخطوط يحتوي على عدة مواضيع منفردة ملهاش رابط معين ميامر على عظات على مش عارف ايه وممكن يبقى الدلال رقم منها ده هنا برضو مجموعة المتحف الابتي ودير البراموس ودير السوريان ودير انبا انطونيوس ودير انبا بولا دير كنيسة انبا شنودة مصر القديمة ومعهد الدراسات وفي نقادة وزي ما شايفين البشائر الاربعه مخطوط لاربعه اناجيل وفي بطريركات الكاثوليك وفي برضو المعهد الكاثوليكي باريس والمكتبه الوطنيه بباريس وفي المانيا والمتحف البريطاني واكسفورد والفاتيكان والسويد يعني لو رجعنا تاني قدرنا ان احنا نجمع 62 مخطوط في فكره الدلال وديت الحاجات دي بمناسبه الدلالات ديت او المحاضره ديت في الغالب هنقراها بطريقه موثقه في اعداد مجله مدرسة الاسكندريه في السنه الجديده وعليكم بخير طيب